اخبار الرئيس محمود. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم واليكم اخر الانباء. هاني رمزي يتهم الاخواني بافساد اعلان قطنيل. البومة. المشير طنطاوي ثورة يناير مخطط يستهدف تخريب مصر وربنا سترها في 30 يونيو. وحيات امك. مفاجأة علماء بريطانيون الحشيش يكافح نمو الخلايا السرطانية. كنت متأكد كنت شاكك. الإعلامي أحمد موسى يحصد المركز الأول كأفضل مذيع في مصر. عودة عسكري الدرك اعتبارا من الأحد المقبل. غادة عادل تظهر في البانيو بصحبة الخديوي إسماعيل في أجراء مشاهد رمضان. مرة حلوة مفيش كلام. إخواني أكل أذن جاره بسبب الخلاف على إمامة الصلاة. التاسعة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية مرسي كرمني في المنام. في رؤية الدكتور مرسي أنا شفته أنا بسلم عليه وهو يعني بيكرمني وكده. وإليكم فقرة أماني الخياط تعتذر عن عدم تقديم صباح أون. المؤبد والسجن المشدد 20 عاما للمتهمين في قضية تحرش التحرير. الزمالك يذبح سموحة ويتوج بطلا للكأس. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع.